زار الشيخ جمال محمد بن حسينون مقر قناة عاد المحلية بمدينة الشحر، وتعرف الشيخ بن حسينون من مدير قناة عاد الصحفي عبد الجبار باجبير عن البرامج التي تقدمها القناة وأهدافها وخططها وطموحاتها المستقبلية، وأبدى استعداده لتقديم الدعم المالي والعيني للقناة حتى تصل إلى مبتغاها لكونها القناة الوحيدة بالمديرية وتقدم رسالة إعلامية سامية، داعيا إلى احتواء كافة الإعلاميين والمواهب الإعلامية حتى يكونوا مساهمين مجتمعيين. وشكر الشيخ جمال بن حسينون شبكة الهدى الرقمية بالشهر على تبني القناة وبثها في نطاقها عبر التردد المجاني، والذي من خلاله يستطيع كل أبناء الشحر مشاهدتها.